السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام ديال قناة سمير جاناتا. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على التكلفة ديال حفر لاكاف وتكلفة البناء ديال لاكاف والمراحل اللي تيمر منها. للتذكير فقط، معكم سمير جاناتا، مقاول بناء متخصص في بناء المنازل والفيلات والتشطيب والديكور. اللي عنده شي مشروع ديال البناء ما عليه غير يتواصل معايا في الواتساب باش نصايب ليه الدوفي ديالو بالمجان. وشكرا لكم، إذا كانت هذه اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تابوناو في القناه باش تدعمونا وديروا لايك، وشكرا لكم. اذا توكلوا على بركه الله. وقبل ما ندوزو للموضوع ديالنا، نخليكم مع هذه اللقطات هذه ديال ورش بناء عماره، وبالضبط حفر وبناء لاكاف والمرحله ديال التعمار ديال السميلات. بقاو معنا الاخوان. احنا بدينا كولاج ديال البيطان، بقاو معنا باش تشوفوا كاع المراحل ديال التعمار ديال السوميلات وديال الغادي ديال السانسور. إذن الإخوان، أول مرحلة هي المساح الطوبوغرافي اللي كيحدد لنا النقاط ديال البقعة ديالنا. وهذه المرحلة هذه مهمة، لأن فيها كنتأكدوا إذا كنا حنا هما أول وحدين غادي يبنيو، أننا ما خرجناش عند الجيران، وإذا كانوا الجيران سابقيننا كنتأكدوا كذلك أنهم ما دخلوش لعندنا في البقعة ديالنا. من بعد ما كيكون الطوبوغراف درنا البكيات ديالنا، حددنا لي فورم ديال القطعة الأرضية، كتبدا العملية ديال التراساج ديال البقعة. ومن بعد هذه العمليه كتجي العمليه ديال الحفر. في هذه العمليه هذه ضروري يكون عقد عمل او عقد شغل مع صاحب الاله ديال الحفر، لان هذه المرحله هذه مهمه وخطيره بزاف. الا ما كانش يعني صاحب مول بوكلان يعني كيضبط المسائل ديالو، لان يقدر يقيس لنا شي تيو ديال الماء ولا تيو ديال الضوء، وديك الساعه كنوليو في مشكل كبير. وخصنا كذلك نتأكدوا أن صاحب آلة الحفر كيتوفر على التأمين باش كنحميو راسنا من أي مشكل لا قدر الله. أما بالنسبة للأثمنة ديال الحفر ديال البوكلان، فراه الأثمنة كتكون يا إما بالساعة يا إما بالمتر كوب. إذا كانت بحال دابا شي خدمة غير صغيرة، غير شي فونداسيون يعني غير ديكاباج ديال التربة، فراه الثمن كيكون 200 درهم للساعة، 300 درهم للساعة، على حسب النوعية ديال الأرض. أما إذا كان عندنا لاكاف كبير ويعني الأشغال ديال الحفر كتكون بكميات كبيرة، فراه الأثمنة كتراوح من 30 درهم حتى 50 درهم المتر مكعب. 30 درهم إذا كانت الأرض رطبة، 40 درهم إذا كانت مويان، و50 درهم إذا كانت الأرض قاصحة وفيها الحجر. هادو عموما هما الأثمنة اللي كيتطبقوا في عملية الحفر ديال لاكاف. ندوزو دابا للبناء، عملية البناء. بالنسبة للبناء فراه كاين جوج ديال الحالات، كاين يا إما لاكاف كيكون طالع بالفوال، يا إما غيكون طالع بالطوبية. إلا كان لاكاف طالع بالفوال، فراه الفونداسيون ديالو كيتحسب 100% من الثمن ديال لي كروز اوفر. يعني الا كان لي كروز اوفر كيتحسبوا ب 1200 درهم، فراه الفونداسيون كتحسب حتى هي ب 1200 درهم. اما الا كان لاكاف طالع بالطوبيه، فراه الفونداسيون ديالو كتحسب نص الثمن يعني ب 600 درهم، وعاد
ما فوق الفونداسيون كيتحسب 100%، يعني 1200 درهم. كانوا هادو عموما هما الأثمنة اللي كيتطبقوا في الحفر وفي البناء ديال لاكاف، وديما كنوصي على العقد ديال البناء ما بين المقاول وصاحب المشروع العقاري. كان معكم سمير جناتا، مقاول بناء متخصص في بناء المنازل والفيلات، وكذلك شغال تشطيب والديكور. اللي عنده شي مشروع وبغى شي استفسار ولا بغى الدوفي بالمجان بطبيعة الحال، ما عليه غير يتواصل معايا في الواتساب بكل فرح. وما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم باش تدعمونا، وشكرا لكم، وكنتسنى الميساجات ديالكم. تبارك الله عليكم الاخوان، شكرا.